يا رب
بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالله من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسد إذا حسد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل إبراهيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمنا برب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا. صاحب التاج والميراج والبراق والغنم كافي البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الغلا نور الهدى وفي جميل شم شبير ممسا بجود والكرم والله آسيمه وجبريل خاد والبراك ومرق والمراج سفره وصدرة المنتهى مقامه وقوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين حريص الغريبين رحمة للعالمين رحمة لا شك من أمراض
المشتاقين شمس العارفين أسراج الصادقين مصباح المقربين محب الفقراء والغر المساكين سيد السقلين نبي الحرمين إمام الجبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى السقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله شاہ محمد شاہ
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يا سلام بادشاہ محبوب حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم پائے کن پاک کا صدر اہلِ پہل کا صدر شہید علی اولاد چار بھی چالا خاندان و قادر پانچ اشتائی جنگر دینا پیشا قدر قادر قرآن محبوب سبحان محمد بیر بھر خاندان قادریا چشتیا سوربردیا نقشبردیا نشائیا جو بھی خاندان سن حبیب کا صدقہ سو فتن حدیثتن عشقر جیس نمبر محمد بیر بھر یا سید بابا عمر شرف پار پیر فرمان شرف پال دادا حبیب اللہ پار اس لگ کو اپنی بار گئن بلن حبیب یا مرشد پاک اپنے نقش قدم کے چلنے کی تفریق دے بری نظر تو بچوں کا نظر بندہ حیار نگرے دے قریبوں کی سکنا قطع امام یا سنیا قریبوں کی سکنا قطع امام یا غریب اللہ جو بھی سمجھے تیرے دربارے آئے تھے پیر بھائی ہیں ساری پیر بھائی سنے جب دربارے چندر بڑھ گئے ہیں وہ ساری پیر بھائی بھائی ہیں یا سنے جو آسمان میں کے سنے اپنے کلے میں جو بے اولاد ہیں وہ بے اولاد ہیں یا سنے جنہیں اولاد کی اولاد اپنے ماں کے لئے فرمان بردا رہے ہیں دینہ دینہ یا مجھیاں دینے اس کا بطلہ شاہ سنے دیکھ سے ہو یا سنے جو بیمار ہے شفائے کا اللہ جنہ کیا بچیاں نے دعا واسطے کیا سنے اپنے حبیب دست کا سوال یا سنے جو بے گھر ہے اس کو مرد یا غریب الواز ساری سنگت یا غریب